عدم تغيير المناهج والبرامج الدراسية خلال السنة الجارية والاعتماد على الرقمنة تماشيا مع متطلبات العصر، ومن أجل تخفيف البرامج الدراسية وثقل المحفظة وتمكين الطفل من أن يعيش طفولته. قرارات أصدرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء تخص المنظومة التربوية. عندما نتكلم عن مثلا عن تخفيف البرامج او ثقل المحفظة لابد من اتخاذ اجراءات فعلية مستقبلا، يعني وهذا ممكن جدا بدل من رفع حزمة من كبيرة من الكتب والكراريس. التجربة التي يعني مرينا بها وهي رقمنة التلاميذ والموظفين، نستطيع أن نلجأ أو نخطو خطوة نحو الرقمنة. خبراء تكنولوجيات الإعلام والاتصال من جهتهم ثمنوا قرار رئيس الجمهورية وطالبوا بإعداد أقسام لاستعمال الأدوات البيداغوجية مثل اللوحات الإلكترونية والفلاش ديسك قبل تعميم التجربة على المدارس. يديروا واحدة ولا زوج كلاس بيلوت ويديروا يوفروا لهم كما يقولون طابلات. أو قالها سيد الرئيس نهار الخطاب الأول تاعو، حضر قال لك وعلاش ما يديش فلاش ديسك ما في جيبه، وعلاش يدي كما يقولوا كرطاب معمر بالورق ومعمر بالكتابات، وعنده الحق. دوكا وعلاش ما نعطيو لهم كما يقولوا عندهم دي طابلات، باسكو ليسونسيال حنا واش نحبوا ولادنا يفهموا. إذن هي مقاربة من شأنها إصلاح جدي للمنظومة التربوية والنهوض بالقطاع ورقمنته للرفع من مستوى المدرسة الجزائرية.